مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معك الأستاذ رابح العبدوني، مدير وكالة قمة الضيافة للخدمات. قمة الضيافة هي شركة سياحية تأسست سنة 2010، مختصة في السياحة الاستقبالية في الجزائر. اليوم وصلنا حوالي 27 جنسية اللي نشتغل معاهم مع الجزائر، وحبينا نحطوا الكاشي تاع لو توب كيما نقولوا، الكاشي تاع القمة في على الاسم تاع الشركة، باش نكونوا في المستوى والخدمات السياحية تكون في المستوى كذلك. السائح الأجنبي لما يوصل للجزائر من وصوله للمطار إلى غاية مغادرته للمطار يكون تحت الوصاية تاع الوكالة تاعنا. نعطيك على سبيل المثال، في البرامج ندرج كل الأشياء اللي تهم السائح وتخليه يتمتع بهذا البلد الجميل. نعطيك فيما يخص الأغذية تاعو، الوجبة تاعو تتغير كل يوم على حسب البرنامج. مثلا لما نعمل على البرنامج الهيستوريكال تورز اللي هو البرنامج التاريخي، ما هيش نفس الوجبة اللي ذوقها في قسنطينة ولا في عنابة ولا في غردايا. هذه نقطة. كذلك من ناحية نعرفوا السائح، نخلوه يتمتع من ناحية تاع الجمالية تاع المناطق، لأن الجزائر تختلف، وهذه الميزة اللي نختلف بها ما بين الدول المجاورة، لأن الجزائر فيها لاباريتي مثل ما نقولوا، احنا التنوع في البرامج والتنوع في المناظر والتنوع في الوجهات نقدر على سبيل المثال نعمل 10 أيام نعمل برنامج مشكل ما بين الثقافي أو التاريخي والأدفنتر اللي هو المغامرات في جانت أو في الهوغار، ونعمل برامج أخرى اللي هي كذلك تاريخية، الناس تكتشف المعالم التاريخية في الشمال أو الدينية، وتكتشف كذلك الصحراء الجزائر مثل الواحات إلى آخره. هذه الميزة مش احنا اللي نتميزوا بها، ولكن بلدنا اللي يتميز بها. بلدنا متشبع، يعني فيه لا فاريتي تاع لي بروغرام توريستي، فيه تنوع فيما يخص البرامج السياحيه. نعم، ويتنوع، وحنا نعرفوا يعني دارسين الحاله لكل بلد. نعم، مثل اخرى اللي ما يعرفوهاش من ناحيه المناظر الجميله اللي موجوده في بلدنا. اليوم الدولة تاعنا تنظر بنظرة واسعة النظر، يعني بنظرة مليحة، لأن السياح اللي يحب ياخذ تأشيرة سياحية للجزائر لابد يمر ويشتري برنامج سياحي من طرف متعاملين سياحيين اللي يمارسوا هذه المهنة. هذا يخلي السائح يكون محمي ويكون يعني تحت وصاية وكالة سياحة، لبرنامج ينفذ بطريقة مميزة. الحمد لله، يعني عندنا تجربة كبيرة وكوننا مرشدين وعندنا برامج تاع التكوين، وفي نفس الوقت عندنا خطط عمل. احنا نعتمد كثير على المرشد الرئيسي والمرشدين المحليين. هذا المرشدين المحليين تابعين لوزارة الثقافة، نوجدوهم في المعالم السياحية ونوجدوهم كذلك في المتاحف وحتى في المدن الصحراوية، فيه كفاءات محلية لتقدم لنا المنطقة أحسن تقديم. نتمنى الخير للجزائر ولشبابنا وكل شباب اللي حاب يشتغل في السياحة. نقول له سر واحد فقط، كل الناس تشتغل وتحب تجتهد، ولكن البريكولاج إلي انتردي في التوريزم. ما تغامرش، العمل تاعك يكون منضبط ويكون مبرمج أحسن برمجة، تكون ناجح وتكون مرتاح نفسيا وماديا.